13 جانفي وقت اللي عمل بن علي الخطاب نتاعو، ردود الافعال اللي صارت على الخطاب، فما ردود افعال معروفه خرجت للعلن، بما فيها رد فعل الحزب الديمقراطي التقدمي اللي يقود فيه سي نجيب الشابي، اللي وقتها رحب بالخطاب وقال ان هذا ما تطالب به المعارضه منذ فتره طويله، وان تعهد الرئيس بعدم خوض الانتخابات امر طيب. Positive. Agréablement surpris, il y a deux questions qui se posent. D'abord, comment ce programme va-t-il être mis en œuvre? De cette question dépend une deuxième, celle du rétablissement de la confiance. Est-ce que la population va... Nous avons dit que Kamel Merjan, qui était ministre de l'Intérieur dans le gouvernement de Ben Ali, a dit dans un statement de l'AFP que la création d'une gouvernement de l'Union européenne est possible dans le cas d'Ahmed Najib Chaibi. Qui est important. Est-ce que ça veut dire que le gouvernement auquel vous appartenez va changer? Par exemple, j'entendais l'opposant Najib Chebbi, oui, qui a demandé un gouvernement d'union nationale. Il y a 15 jours, ça aurait été fou ou inenvisageable. Oui. Est-ce que ça devient possible aujourd'hui? Écoutez, avec des gens comme M. Chebbi, le comportement qu'il a eu hier, je crois que c'est faisable et je pense que c'est tout à fait même normal. Est-ce que... Somme. حكومة الأولانية اللي تعاملت جوست بعد ما هرب بن علي اللي تعاملت نهار 2003 كان فيها التشكيلة هذية، يعني تقريبا المجموعة هذية ما تبقى من نظام بن علي، ثم انضم إليهم حزب الديمقراطي التقدمي وحركة زوري. وزير التنمية الجهوية والمحلية أحمد نجيب الشابي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي أحمد إبراهيم، وزير التخطيط والتعاون الدولي السيد محمد النوري الجويني، وزير الصناعة والتكنولوجيا السيد محمد عفيف الشلبي، وزير التربية السيد الطيب البكوش. الحكومات اللي تعملت من بعد الكلها حتىش للقصبة واحد القصبة اثنين ثم إلى الانتخابات فيها المجموعة هذية مش بالصدفة، ثم فيهم أيضا بالمناسبة ما قيل أنهم تكنوقراط وقتها في الحكومات هذيك، ثم نلقاهم فجأة أيضا في الجمهوري وفي نداء تونس، يعني نفس المجموعة هذية اللي كانت موجودة قبل الانتخابات هي موجودة توا فقط. نوضح حاجة، هنا النقاش ماهوش حول التاريخ النضالي اللي أنا ما نشككش فيه، راه بالمناسبة لسي أحمد نجيب الشابي حتى مدام ميا، أنا بالمناسبة أنت قلت لي وين كنت، أنا عامل حاجات كنت نعم فيها وكنت نكتب مثلا في جريدة الموقف قبل 14 جانفي معناتها مقالات نقدية للنظام. والله بصراحة ما كنتش نقرا برشا، أنت ممكن ما تقراش الموقف، أنت ممكن تقرا اسم الهزيمة ويدا
الخيرات.